استنى ابونا كيفك؟ كيفك هسه؟ كيفك جاك؟ تمام وانت؟ انا جاك حرفوش من مدرسة ثانوية مرضومة راهبات الانطونيات رومية بصف البكالوريا الفرع العلوم، ونحن في عنا بروجي بالتعليم الديني. السؤال بيقول كيف الكنيسة مشروع الثالوث اب وابن وروح القدس؟ ليك حتى تاخذ جواب لجاك المفروض بتصور اول شيء تكونوا عارفين شو يعني الثالوث القدس، تتعرفوا شو معناتها الكنيسه هي مشروع الثالوث، هي مشروع الاب والابن والروح القدس. هل الاب هو شيء غير عن الابن كليا، والابن غير عن الروح القدس، والروح غير عن الاب والابن؟ هل في ارتباط بين بعضهم ولا ما في ارتباط؟ هل هن ثلاث اشخاص؟ هل هن ثلاث الهه؟ ولا لا، نحن نقول شو بنقول بالإيمان؟ نؤمن بإله واحد. واحد، ما هيك؟ آب دار الكل، خالق السماء والأرض. نرجع بنقول بنؤمن، نحكي عن الإبن الذي تجسد وصار إنسانا لأجل خلاصنا، ونحكي عن الروح القدس، ما هيك؟ فإذا الآب والإبن والروح القدس هيدي هوية الله. الله هو آب وإبن وروح القدس. رح اشرح لك ندفع كيف بعد نرجع نقدر نحكي كيف يعني الكنيسة هي مشروع الثالوث، الاب والابن والروح القدس. اعطي مثل، مثلا انت كشخصك، انت اليوم روحك هي انت ولا لا؟ صح. انت وقت بتفكر فكرك وين موجود؟ بعقلك؟ موجود بدراسك شي محل؟ اكيد لا، هو روحك. عقلك صح. هو روحك. رح اقول لك ليش. ما شربي قديش انه ميت وبيظهر وبيحكينا وكذا وبتاع من الجسيم؟ اكيد عظيم، يعني روحه جوهره حقيقته، صح ولا لا؟ صح. طيب انت كيف بتعبر عن شو بدك وعن حقيقتك؟ مش بكلمتك؟ اكيد كلمتك ما بتعبر عنك؟ اكيد كلمتك يعني انت 100%. ما هيك؟ بمقدمة انجيل يوحنا بان في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله، به كان كل شيء، وبدونه ما كان شيء من مكان، والكلمة صار بشرا وحل بيننا. مين يلي صار إنسان؟ الله. كيف صار إنسان؟ بأي صورة؟ مين اللي تجسد؟ يسوع المسيح. مين هو يسوع؟ هو اللي انصلب كرمال بالثالوث. بالثالوث مين يسوع؟ هو الأب ولا الابن ولا الروح؟ هو الابن. هو الابن. عظيم. الكلمة صارت، الكلمة صار إنسان، يعني صار إنسان هو الابن، يعني الابن هو كلمة الله. كلمتك بتعبر عنك، وكلمتك هي أنت، وهيك الابن هو كلمة الله. أوكي؟ أوكي. هذا هو أنا بعطي صورة، نحن أكيد بهالتفسير ما بنكون عم نفيه حق ولا الله. ما بنكون عم نعطي الصورة الحقيقية الطبيعية، لأن نحن ما بنقدر هيك نحكي عن حقيقة الله، لأن نحن بشر. نحن محدودين. بس نجرب نقرب الصورة نتفي بطريقة يفهمها عقلنا. اوكي؟ اوكي. مثل ما انت كشخص جاك وروحك وكلمتك واحد، الله هو الاب والابن والقدس هيك واحد. مثل ما الشمس بتعطي نور وبتعطي دفى، والنور هو الشمس، والنور هو الدفى، والدفى هو الشمس، والدفى كمان هو نور. اذا ضويت دفاية تشعل ضوية أحمر، مزبوط؟ بس بتعطيك دفى كمان، صح ولا لا؟ صح. لمبة ضوية قرب إيدك عليها بتحس بالدفى بالحرارة تبعها. فإذا النور والدفى هو ما بينفصلوا عن بعضهم. أوكي؟ أوكي. وهيك الأب والابن والروح القدس مثل هالشمس. إذا ما ناخذ هيك كصورة طبيعية تقربنا نتفي الفكرة، بس قد ما بتستسلم إيمانية قد ما تفهمها أكثر. فإذا هذا هو الله الثالوث، الاب والابن والقدس اله واحد. ما الكنيسه هلا ما نحكي عن الكنيسه، الكنيسه هي فاذا صارت مشروع الله، فبدنا نقول هي مشروع الثالوث، هي مشروع الله، هي مشروع الله الاب والابن والروح القدس. من اول ما الله خلق البشريه خلق الانسان غير عن كل الخليقه، دعينا حتى يكون شريك لإله، شريك بعلاقه الحب، يكون عم بيعيش معه علاقه حب، الحبيب والمحبوب. يعني الله الذي يحب، انسان يلي عم ينحب
وبيجاوب على حب الله كمان بحب. هالحب بنعبر له بحياتنا، نعبر عنه بحياتنا الإيمانية. يعني شو هو الإيمان؟ الإيمان هو جواب حب، هو جواب حب على حب الله لإلنا. أوكي؟ فإذا بما أنه الله خلق الإنسان ودعي لها الشراكة معه، فإذا هون بنفهم أنه البشرية اللي الله خلقها ودعيها لحتى تكون شريكة معه هي هذه الجماعة، الجماعة اللي بتتكون الكنيسة. نفهمها هلأ بمفهوم الكنيسة نحن من بعد التجسد، بعد الموت والقيامة، نفهمها بهذا المفهوم الكنيسة. أوكي؟ بعتذر منك المرتين. قبل التجسد والموت والقيامة صورة الكنيسة كيف كانت مبينة؟ كانت مبينة بصورة شعب الله المختار. وقت ما الله حكى إبراهيم ومن بعده حكى كل الأنبياء، إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، ويعقوب كان عنده 12 ولد منهم يوسف، وهودي شكلوا أصوات إسرائيل ال 12، يعني شعب الله المختار اللي رجعوا عبروا مع موسى من مصر، عبروا في الصحراء وتكونوا كشعب بيؤدي العبادة لله، وعنده هالنظام بقلب الشريعة اللي انعطت له، النظام الروحي لحياته والأخلاقي. وهذا الشعب بتاريخه حتى هني مع موسى كذا مرة كانوا يخونوا الله، يتخلوا عن الله، يبعدوا عن الله، يرجع الله يدعيهم من جديد، يرجع الله يغفرهم، يرجع الله يسامحهم. وبقي هالشعب حتى لما فات على أرض الميعاد بقي هيك. هذا شعب الله المختار، هذا بنسميه الكنيسة الأولى، مش الكنيسة الأولى بعد التجسد، الكنيسة الأولى في العهد القديم، كنيسة العهد القديم. أوكي؟ لوقت ما تجسد الرب يسوع، لأنه صار الشعب اليهودي عايش على انتظار المسيحاني، انتظار المخلص. لما تجسد الرب يسوع، يعني لما الكلمة صار إنسان، الإبن صار إنسان، لحتى يرجع باسم كل إنسان منا، يرجع يقول نعم لله الثالوث. أوكي؟ يرجع يقول نعم حتى لذاته يعني. باسمه لحتى نصير نحن من خلاله نعبر كمان الى المصالحة مع الله. مش هو اللي متخانق معنا، نحن اللي رفضنا الله. وكان ضروري جدا انه ما حدا بيقدر يعمل يرجع يعمل هالوصلة الا شخص او الا حدا ما يكون حامل الخطية بالاساس. مشان هيك كانت مريم هي يلي حبل بها بالدنس، هي ام الرب بالإنسانية، يعني الله الذي تجسد وصار إنسانا لحتى من خلال يسوع المسيح ومع يسوع المسيح نحن نكون عم نقول نعم كمان هالنعم يلي قالها ببستان الزيتون، لتكن مشيئتك لا مشيئتي. هذا هون ببين عمل الابن كمان بقلب تكوين نواة الجماعة الجديدة، الكنيسة الجديدة يلي تأسست من خلال دعوته لهالتلاميذ 12. دعوا 12 تلميذ وغير 12، هو 12 رسول، مع 12 رسول كان في عنده 72 تلميذ، وكان في كثير ناس يتبعوه. النسوة بإنجيل لوقا بنشوفها يمكن فصل 7 بتصور، لما بيحكي عن النسوة اللي كانوا كمان يرافقوهم، كان في منهم أشخاص أغنياء، هن كانوا يحطوا من مصروفهم لرسالة يسوع، مصرياتهم لرسالة يسوع، حتى يكونوا متفرعين كليا لنشر البشارة. ومنشوف انه لما يسوع كان على الصليب بيقول لمريم هذا ابنك، وليوحنا بيقول هذه امك، يعني عم بيسلم الكنيسة كلها لامه مريم. ونحن بنقول انه الكنيسة ولدت كمان من خاصرة يسوع المسيح، من هالدم والمي اللي طلع من خسرته. الكنيسة كمان ولدت من عشاء الإفخارستي، أول ما أسس الإفخارستية يسوع المسيح مع تلاميذه، رسموا أصافي، رسموا النرجون، وكسروا الخبز. مشان هيك نحن بالكنيسة بعدنا بنقدس هالقداس اللي هو عشاء الفصح اللي عاشه يسوع مع تلاميذه. والأكثر من هيك كمان، الكنيسة كمان ولدت بنقول من حلول الروح القدس على التلاميذ يوم العنصر، لما روح القدس حل عليهم وانطلقوا الى البشاره دون خوف ودون رعده،
صار يبشروا يعمل بشارة لكل الناس يهود ووثنيين ومين ما كان يكون، وقبلوا يعيشوا التحديات الكبرى يعني يضطهدوا ينضربوا ينحبسوا ما يهمون، أهم أن يوصلوا البشارة. فإذا هون نحن هلأ عم نشوف عمل الابن من وقت التجسد الله بصورة الابن، من وقت التجسد لوقت الموت والقيامة، وعمل الله دائماً عملته بتقول عمل الله يعني عمل الله السلس، عمل الله بالكنيسة من بعد من وقت العنصرة يعني إلى يومنا هذا. الروح القدس هو الذي يقود هذه الكنيسة، الله السلس يعني بصورة الروح القدس هو يلي عم يقود هالكنيسة. الروح القدس اللي بيحكينا روح المعزنا بيقلنا رب يسوع أنا رايح بس مش رح أترككم أنا يتيمة، رح أبعت روح البراكليت روح الله روح المعزي. في كتير الآب أعطيت للروح القدس بالكتاب المقدس. إذا من هون نفهم إنه مشروع الإنسان بالأساس هو مشروع الله، الله يعني الآب والابن والروح القدس، مشروع خلاص البشرية، مشروع دعوة البشرية إلى معرفة الرب والسير في طرقه، هذا مشروع الثالوث الأقدس كمان من العهد القديم حتى اليوم. ومشروع الله بتجسده وإعلان بشارة لدعوة الكنيسة يرجع يعمل نواة جديدة، يكون في نواة جديدة بالبشرية، يكون حامل اسم الرب يسوع، لأنه الله الله أعلن كل شيء وقال كل شيء بابنه يسوع المسيح. نحن بيسوع عرفنا كل شيء، عشان هيك اللي بفوت بهالعلاقة مع الله من خلال الإفخارستية، من خلال الأربان، من خلال علاقة مع يسوع المسيح، الله بيكشف له كتير حقيقة إلهية بتساوي أنه يحقق ذاته ويقدي ذاته. وصار طريق الاتحاد بالله أقرب بكتير، لأنه صرنا كلنا بنولد من المعمودية أبناء لله. فإذا الكنيسة صارت مثل رحم لله يلي بتتجسد بسر المعمودية، من هالرحم كل هالنفوس عم تولد كلها لعيش البنوبة مع الله. هلا قديش الواحد بيلتزم بعيش حقيقة المعمودية وبيكفي فيها، قديش ما بيقدر يحقق ذاته بالله حقيقة ذاته، قديش ما بكون غير ملتزم وغير مبالي، بكون هو عم يرفض الله عم يبعد عنه. بس بالنهاية الكنيسة هي بحد ذاتها ككل هي مشروع الله الثالوث، لأن الكنيسة هي بتشبه سفينة نوح، هالسفينة اللي طلعوا كلهم فيها وخلصوا من الطوفان. هيدي الكنيسة اليوم يلي بتحمل كل النفوس يلي تلتزم بعيش الأسرار وبتلتزم بالعيش العلاقة بقلب الجماعة الكنسية مع بعض البعض، هيدي الكنيسة بتحملهم إلى خلاص بالرب يسوع المسيح. الكنيسة هي بتشبه موسى يلي عبر بشعبه وقطعوا البحر الأحمر، كمان نحن بقلب الكنيسة بنعبر العواصف، نعبر التحديات العالم كلها سوا اللي بتجرب انه تبعدنا عن خلاص نفسنا. مشان هيك الكنيسة هي مشروع الله من اجل خلاص النفوس، هي مشروع الله من اجل بلاد جديدة، الكنيسة هي مشروع الله لحتى البشرية يكون عندها ملجأ لإلها، يكون عندها مين عم يرجع يدلها على الطريق، يكون عندها مين عم يرجع يضويلها على الحقيقة مطلقة اللي هو يسوع المسيح أو اللي هو الله الثالوث الآب والابن والروح القدس. وفي تعليم الكنيسة بيقول لاهوتي إنه لا خلاص خارج الكنيسة، يعني خارج يسوع المسيح ما في خلاص، لأنه هو الطريق. يسوع قال عن حاله أنا هو الطريق والحق والحياة، رغم إنه في بعض التعليم كمان اللاهوتية بتقول إنه ممكن الإنسان يكون هو ما بيعرف يسوع بعد بس عيش حياته وكأنه شخص مسيحي، فهذا بيكون إنسان مسيحي بطريقة غير مباشرة، يعني لابد إنه كمان يطالوا خلاص. وأنا أكيد ترجع لعمل ربنا لنعمة ربنا، لقداش الإنسان إحنا بنعرف شو فيه بعد كل إنسان. بس الكنيسة هي صارت مثل ما قلت لك هي رحم الله على الأرض، هي الرحم يلي عم نولد منه. الكنيسة صارت هي الأم، الأم يلي بقى تحضن النفوس واللي بقى تدعي بكل، مش بقى تتسلط على الكل. الكنيسة هي بتكون يد الله في خدمة الإنسان،
كنيسة هي اللي بتكون عم تدافع عن كرامة الإنسان. كنيسة هي اللي دائما تقول لنا هيدا الصح وهيدا الغلط. كنيسة هي اللي دائما توجهنا على بالبصول، هي البصول تبعنا. هي بقى توجهنا إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الرب يسوع المسيح. مشان هيك أكيد هي نعم الكنيسة هي مشروع الله من أجل خير المحبين اللي هو خلقهم، من أجل خير البشرية اللي هو خلقها. الله ما خلقنا هيك ونسينا أبدا. مثل ما قلت لك الله خلقنا تيعيش معنا علاقة حب، دعينا لها العلاقة ودعينا لها المشروع. المشروع الحب ما فينا نحققه إلا بقلب الكنيسة، يعني الكنيسة هي مشروع الحب تبع الله. أوكي؟ هيدي بالمختصر يعني عم بجرب اجمعنا في كتير اشياء هيك عصرت لك اياهم لاعطيك اياهم بتفسير هيك يمكن اعتبره مقتضب انا، بس لما فوت بشرح مطول وكذا في كتير اشياء في كتير مراحل في كتير حقبات المفروض انه تتوضح ونحكي عنها. اوكي؟ اوكي. اهلا وسهلا. سلمت لنا قبونا. يا اهلين.